السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا عايز أتكلم عن موضوع مهم جدا أو نقطة مهمة جدا، اللي هي إزاي إن إحنا نلبس الكمامة بشكل سليم وبشكل صحي، بحيث إن إحنا نتجنب أي أمراض ممكن تيجي عن طريقها. لأن أنا لاحظت إن بعض الناس بتلبس الكمامة بشكل خاطئ. أولا، لبس الكمامة بشكل سليم أو الشكل الصحي هو إن إحنا نمسك 2 لوج كده ونبدأ نلبس كده، ده تبع تعليمات اللي هي ايه منظمة الصحة العالمية، وتبدأ ان انت تضغط على الحتة دي بحيث ان انت يعني تعمل تقفل المنطقة دي، تمام كده كويس جدا. ما نحاولش ان احنا نلمس المكان اللي هو بره ده، لان هو المكان المعرض ان يجيلك منه اي ميكروبات او اي حاجة تانية. اللي انا اكتشفته ان بعض الناس بتلبس الكمامة بالشكل معكوس، يعني بيلبسها بيخلي الجزء ده هو اللي بره، الجزء ده هو اللي بره. طب خلينا نعرف الكمامة دي معمولة ازاي. الجزء اللي بره ده اللي هو الأزرق ده، الجزء ده اللي هو اللي فيه وراه فلتر بيفلتر الميكروبات والفيروسات كلام غير كده، ان هو ووتر بروف. ووتر بروف يعني لو جه واحد بيكح او بيعطس او حاجة زي كده، ممكن اللي هو اي رذاذ بيجي او اي مثلا طراطيش من او مية مثلا تيجي من عطسة او كده او بتاع، لو جت على الماسك هنا دي تروح جاية اي نازلة على طول على الارض، ما بتثبتش عليه. تخيل بقى ان انا لبست الماسك بالشكل ده وواحد عطس او واحد مثلا كح، ايه اللي ممكن يحصل لي؟ المنطقة دي مش ووتر بروف، المنطقة دي بالعكس، انت حتى لو لبستها حتى وانت لابس الماسك تحس ان في عرق في مية وانت بتتكلم وكده. ليه ده؟ بسبب ان الزفير بتاعنا بيخش ايه يضرب في الماسك الموجود ده. غير كده ان دي مش ووتر بروف، دي عادية جدا. فانت اللي بيحصل ان انت لما بيجي حد يعطس او مثلا يكون عنده رشح او مثلا واحد يكح قدامك او كده وكان مريض او حاجه زي كده، الرذاذ كله بيجي هنا. فلما بيجي هنا ايه اللي بيحصل؟ بيثبت على المنطقه، انت بتتنفس بقى كل الكلام ده، كل الميكروبات والرذاذ ده كله بتتنفسه. الفلتر مش هيمنع، الفلتر موجود في الحته لكن دي ما فيهاش فلاتر ولا اي حاجه. فانت كنت بتتنفس الايه الايه الفيروسات او الميكروبات اللي بتطلع من الشخص المصاب او المريض، تمام. ليه الناس بتعمل كده؟ في ناس اعتقاد انه اللي بيلبس الكمامة بالشكل ده، ده معناها شخص ايه، شخص مريض، ده معناها انه شخص مصاب او مريض. لكن الناس اللي بتلبسها بالشكل المعكوس دي معناها سليمة وده بيحمي نفسه. لا، ده كده يعني اعتقاد خاطئ جدا، معرفش مين اللي زرعه في مثلا يعني دماغ الناس او دماغ او قال عليه يعني او مثلا نصح بيه، لانه ده خطأ جدا وتابع تعليمات منظمة الصحة العالمية. ده مش مظبوط، انه لو دخلت على موقع منظمة الصحة العالمية هتلاقي ازاي بيقولوا اللبس الكمام، ما قالوش للمريض او لغير المريض. لبس الكمام بشكل عام الجزء الازرق او الجزء اللي هو الخارجي اللي هو كده، الجزء الخارجي ده المفروض يبقى بره، لانه ده الووتر بروف، ده اللي هو لو اي عطسه او اي حاجه بتنزل ما تلبس ما تثبتش على الكمامه بتنزل على الارض، فبالتالي انت ما بتتاثرش بيها ولا بتستنشقها، واصلا في فلتر من وراها، فبالتالي انت مش هت ايه مش هت هتتنفس اي ميكروبات او بتاع ده، وملهاش علاقه بشخص مريض او شخص سليم. لا، هو بشكل عام اللبس الكمامه بشكل ده هو الواقي والحامي لينا، وهو ده اللي هيمنع عننا اي اصابات او اي مثلا عدوى ممكن تحصل من اي شخص مريض او كده. هو ده الموضوع اللي انا كنت عايز اتكلم فيه، واتمنى يعني يكونوا وضحت لكم الصورة دي، وان شاء الله تطبقوه، واتمنى لكم صحة وسعادة، ويعني ان شاء الله يكونوا خاليين من اي امراض او اي حاجة، وان شاء الله ربنا يحميكم ويحفظكم. والى اللقاء ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.